تمام بالظبط. هتعمل لنا بقى سلطه الجرجير. ايوه غششيني غششيني. الجرجير بيتعمل ازاي؟ نعم طبعا بقى عملنا توم وحاجات. أيوة. حاجات طري. خدي بالك ان ده نوع من انواع سلطه الجرجير. يعني اللي انت هتعمليه ده انا يعني انت فاكره لما قلت لك انهي واحده فيهم؟ ايوه صح صح. طيب احنا هنحط الجرجير. الجرجير بيتغسل ويتنشف ويتحط في لازم طبق. يتغسل كويس عشان يبقى. أيوة. فيه طين وحاجات. الجرجير من الورقيات زيه زي السبانخ، بينزل كميه تراب وحاجات كتير جدا، مش زي البقدونس والكزبره يعني. يعني انا بحطه في ميه وشويه خل وليمون وانا بغسله. هنحط الجرجير طماطم. والطماطم كده. مش لازم كلها، كفايه ممكن. أيوة. كده بس عشان الشكل. هي الطماطم، هو الطبق ده طبق غني جدا. هتعملي له الصوص طبعا، الصوص بتاعه. أيوة. او المقادير بتاعته برضه شونته. ايوه. نستنى قبل ما نحط اي حاجه عشان نحط المقادير الاول، بعد كده نحط الحاجات. طيب ماشي أوكي. عشان طيب مقاديرنا في السلطه هي سلطه بسيطه يعني، مش مقادير، هي مكونات. هي عباره عن جرجير متقطع اوراق جرجير، طماطم متقطعه مكعبات، عصير ليمون، دبس الرمان، و جبنه مبشوره. لو عندكم رمان حب ممكن يتحط مع الطماطم. يعني برضو اقول لك على حاجه، لو في رمان حب يتحط مع الطماطم ما يجراش حاجه، او ممكن يبقى من غير الطماطم يبقى رمان حب. يعني هي بتتلعب بيها زي ما انت عايزه. اوكي. وبيتحط معاها جبنه مبشوره، جبنه برمزان. اوكي. احنا هنعمل الصوص دلوقتي ليمون على دبس الرمان. ايوه دبس الرمان. ايوه. هو انا بحبه عامه، فبحبه تحفه دبس الرمان. هي يا دوبك حلو قوي الصوص، حاجه بسيطه كده بيدي طعم يكسر شويه. وليمون، معلقه ليمون. حلو قوي قوي كده تمام. وشعره ملح، يعني اللي هو ذره كده، ها حاجه كده تفرح بيها الاولاد. ونقلبه بس، وتتنقط عليها. يعني تتنقط، مش بتدلق عليها، تتنقط. عارفه يعني كده حاجه بسيطه على الجرجير. الدبس الرمان بيدي مزازه حلوه، وعشان كده بقول لكم لو اتعملت كمان. انا بحب احطه على السلطه العاديه كمان، بيبقى حلو قوي. تمام تمام. ما هو من السلطات، من انواع السلطات الخفيفه قوي اللي ما فيهاش الحاجات التقيله اللي ممكن تبقى في سلطه يعني، فاهمه يا سيدي على الذوق والشياكه. اخر حاجه بقى الجبنه البرمجان. يبقى كده طلعت لنا اول طبق في السريع السريع. ايوه هو ده. ولا تقولي لي بقى كوارع بقى ولا من بره ولا الكلام من ده. هي الناس الديليكاب تعمل حاجات ديليكاب، ما تعمليش ممبار. لا والله الكوارع كانت حلوه قوي. اي عملتي ممبار؟ عملتي استنى، كوارع ستيكس، كوارع وفته. عملتي كوارع ستيكس؟ لا زي ما هي كده كان. واو بعضمها. ايوه يا جماعه دي عملتها بعضمها. ده الموضوع كبير بعضمها. طيب حلو قوي.